السلام عليكم لي زامي احبابي حبيباتي عزيزي عزيزاتي ومرحبا بكم معايا في الجزء الثالث من تعلم البيانو بالدارجة. هاد الجزء الثالث غادي نخدمو لي زاربيتش ديال لا غام دو ماجور وديال لا غام دو مينور. من هاد لي زاربيتش كنتعلمو كيفاش نبدلو الطريقة تاع البوزيسيون ديال لي زاكور، ومن بعد غادي نكمل لكم الغفخه ديال ليريد بي. يلا هو معايا تتسويت بعد الانترو 1 2 3 4. دونك اليوم كيما قلت لكم غادي نخدمو لي زاربيتش ديال لا غام دو ماجور وديال لا غام دو مينور. اول حاجه لي زاربيرج سي ان اكور، غير هو داك لاكور كيتلعب ميلوديك كيتسمى اربيج. المثل هو هذا، هذا هو لي زاربيتش. غنعطيكم واحد لاربيتش اخرى، لي زاربيتش كيتلعبوا على حسب لو ريتم اللي لاعبينو. دابا غادي نبداو في لا غام دو ماجور وغنعطيكم لاربيتش ديالها. اليسرية كما قلت لكم غادا تلعب لاباس، واللي بليا غادا تلعب لي زاربيتش. غادي نلعبو البروميير اكور دو، دابا غادي نمشيو الفا. دابا سول، هادو هما لي زاربيتش. دابا غادي نلعبوهم تروا زاكور متابعين. دومينور كذلك فحال فحال. الدومينور اشنو فيها؟ لا تيير ساعه كنزلوها بان دومي طون، كتولي هي مي بيمول. هاد لي نوت مي بيمول فا دياز كلشي انا غنجيو لكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. دابا ركزوا مع الدو. دابا الفا مينور، الفا ماجور، لا تيرس نهبطوها، دابا سول، هادي سول ماجور، سول مينور، لا تيرس تهبط بأن دومي طون. غنعاود نلعبهم ليك كلهم. غادي نعطيكم لاكور تاع دو ماجور في لي بوزيسيون كاملين، ولكن هي غتمشي على حسب طريقة لاربيتش. دو ماجور،
كنلعبوا لاربيتش ديالها بحال هكذا. Première note que tu joues, do, que tu joues avec le pouce, do. Le troisième qui joue la tierce, le cinquième qui joue sol, la quinte. Que tu joues le pouce, d'abord le fa. Sol. Et do. D'abord on joue avec vous le rythme. D'abord, quand il joue la même chose, la gamme do mineur. Fa. Et sol. Et do. D'abord, la لعبتكم دي اختراع نص تاع لاليد بي. اليوم غادي نكمل لكم لي زاكور. اللي ما تبعش معنا الجزء التالي يمشي يشوفو باش يكمل معايا لي زاكور. دونك غادي نلعب لكم لي بروميير اكور اللي درناهم ديجا في الحلقه اللي سابقه، ودابا غادي نكمل لكم. هادشي لعبناه في الجزء الثاني، دابا غادي نمشي لكم لو غوفخان. لو غوفخان كيبدا في لا مينور، سول، فا، دو، دو، سول، فا، مي، ري، دو. هاد الطرف هذا هو الغفخة اللي كيقول فيه let it be. الو let it be. الو لي زاكور ساهلين. في لو غوفخان لي ريت بي كيمشي في لا مينور، اول اكور كيمشي فيه هو لا مينور، سول، فا، دو،
sol, fa, mi, ré, do. دابا غنلعبها لكم من البداية حتى الاخر. أعزائي كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا عاوتاني في الحلقة، وكنتمنى لكم تخدموها وتعطيو شوية لاطاك، وما تنساوش تبارطاجيو معنا هذا الفيديو. كاينين بزاف اللي باغيين يتعلموا وما لقاوش فين يتعلموا باللغة الدارجة، دونك سي بور سا درت لكم الفيديو. بارطاجيو مع اصحابكم وما تنساوش بلي سبسكرايب وتدعمونا بلي كومنتير ولي لايك، كوم سا غادي نكسيري لكم بشويه بشويه حتى توليو دي بيانيست رائعين، وانا غادي نسيري لكم. هذه الحلقه كتنتهي في هذه اللحظه، الى اللقاء في الحلقه الجايه ان شاء الله اللي غادي يكون الجزء الرابع. في الجزء الرابع غادي يكونوا لي غام من دو حتى الفا، يعني عطيتكم لاغام ديال دو ري مي فا صول سي دو، دابا غنعطيكم ري اشنو فيها، وغنعطيكم المي اشنو فيها، والفا اشنو فيها، كوم سا باش تكملوا معايا لاغام كاملين. ودابا كنودعكم في هذه اللحظه هذه، والى اللقاء ان شاء الله في الحلقه الجايه ان شاء الله.